مع محمد بن حمود للسيارات 050-516-3525 في ابو ظبي العين. اليوم وصلتنا السياره اللي طال انتظارها، الماليبو ال 22. ماليبو 22 هي سياره 1.5 توربو 4 سلندر 6 سرعات جير تقليدي، بيطلع 163 حصان. استهلاك البترول في سيارتنا العظيمه اللتر الواحد يمشيك في حدود ال 17 كيلو. شخصيا انا معايا واحده منها، وعلي الحسن اللي بيصورني كمان معاه واحده منها، ومعظم زملائي واخدين منها ما شاء الله، وحبينا جدا على الخط وعلى في الاستخدام داخل المدينه. طبعا استخدام ممتاز، سياره بالحجم ده والوزن ده والسعر اللي احنا عرضنا عليه فيه مفاجاه طبعا، خاصه للقطاع الحكومي. زي ما انتم شايفين طبعا هي فيس ليفت نزل من 2019. عندنا هنا الكشافات الضبابيه، الاضاءه هنا ال اي دي نهاري، كروم طبعا على الشبك. السياره كمان ارتفاعها مش ستاندرد، هي اعلى عن السيارات الصالون اللي في نفس الحجم ونفس الفئه. رنجات 17 انش، مرايات عليها الاشارات. تعال معايا يا علي، دخول ذكي على الابواب. لو جيت هنا صورت هتلاقي عليها السياره اون ستار واي فاي ريدي، دي احنا حكينا عنها في فيديوهات تانية قبل كده. وطبعا هي اشتراك بينزل عندك على التليفون، بتعمل داتا بلان وتختار الداتا بلان اللي تناسبك. عندك لحد مثلا 149 درهم تقريبا شهريا تشترك في خدمه الاون ستار، وتبقى متواصل طبعا معانا او متصل معانا دايما في خدمه الاون ستار. خلينا نقرب شويه ونشوف السياره من الخلف. تعالى يا علي نشوف هنا كمان استهلاك البترول. ظهر عندنا هنا لتر الواحد يمشيك في حدود ال 17 كيلو طبعا حسب استخدامك وحسب سواقتك. نشوف من الخلفيه بتاعتها، دي موديل 22 مره ثانيه طال انتظارها، كانت المفروض تنزل تقريبا من 3 شهور ولسه واصله عندنا حالا. اكبر دبه خلفيه في اي سياره صالون تعرفوها على وجه الارض. والكراسي بعد تفتح ها؟ ده طبعا احنا لسه ما فتحناش الكراسي، بس هي اصلا اكبر دبه موجوده اوريدي المنطقه هذه. صحيح، لو نزلنا الدبه هنا او السيت، انزل يا سيت، ادي السيت زي ما انتم شايفين. ما شفناك يا مهند، انا هاجي لك من الناحيه الثانيه تشوفني اهو. هاي علي. طيب خلينا نشوف التابلو شكله كيف، لان الشاشه الموجوده عندنا هنا هي شاشه كام انش يا علي؟ 8 انش. جيب المفتاح، اتفضل يا استاذ علي ادخل معانا. زي ما انتم شايفين الشاشه بتاعتنا هنا، اول ما بتدخل السياره بتدي لك رساله الترحيب بشيفرولي. الشاشه دي ادي موديل 22، كروز كنترول، اير باجز، اي بي اس، بلوتوث، ابل كار بلاي، واندرويد اوتو، وواي فاي. عندنا هنا الاوتو ستوب لسه موجود الحمد لله، ما اتشالش من عليها. في بعض السيارات نزلت عليها الخاصيه دي في موديلات 19 و20 و21، وبعدين اتشالت من موديلات 22 الا الماليبو لسه موجوده عندنا اهي. تحكم كامل في الستيرنج والصوت والميديا والراديو. في زراير في الخلف طبعا يعلي صوتي يوطي صوتي، يغير التراك، يغير القناه اللي شغاله. شاشة عرض توري لك كل معلومات الرحلة زي ما انتم شايفين. ايوه، استهلاك البترول، ضغط الاطارات، عمر الزيت، عمر البطارية، حتى الكولنت، سبيد وورنينج، كل شيء انت محتاج تعرفه في الرحلة موجود هنا عندك على الشاشة. بعد في زراير على الستيرنج. الستيرنج هنا عندك التحكم في الكروز كنترول، الاوامر الصوتيه، لان انت بتستخدم الابل كار بلاي والاندرويد اوتو، ومش عن طريق الواي فاي، مالوش علاقه لسه بيه. تقدر عايز تبعت رساله واتساب مثلا لحد بتقولها صوتيا يعني، ولو هو رد عليك ممكن تسمعها في سماعات السياره. تمام، عندنا هنا الهاند بريك هي اوتوماتيك، في الحساسات الخلفيه وفي ليها زر يفصل الصوت لو انت بتركن في مكان مش محتاج تسمع صوت الحساسات الخلفيه فيه. عندك تراكشن كنترول، الزر ده ما حدش يلمسه هنا خالص، لان ده زر خاص فقط بالمطر والناس اللي عايزين يلعبوا في المطر. الشارع بالظبط، واحنا مش هنعملها هنا ابدا عشان السيفتي. ده شكل المفتاح، ظاهر عندك يا علي؟ ايوه ظاهر. تمام، فتح قفل فتح الدبه والالارم طبعا عشان تعرف تصفيه السياره فين لو انت ناسي مكانها في الباركينج في المول. مفتاح سبير بعد طبعا داخل. مفتاحين سبير والاثنين نفس الوظائف والاثنين نفس الشكل. المفتاح الصغير بعد الجديد اللي تطلع من ادي المفتاح الصغير، في حاله لو مثلا البطاريه فصلت او فضيت تقدر تفتح السياره لسه، او تقدر لو انت عندك اشتراك الاون ستار تعالى هنا بتقدر تتصل عليهم يقولك في اي مكان انت فيه عن طريق السياره، وبيعرفوا مكانها
حسب الاشتراك اللي انت مشتركه. اوكي، وفي فتحات للتفتح طبعا هنا عندنا الفتحة اليو اس بي تايب سي والفتحة اليو اس بي والاوكسيلري كمان، وهذا حق الشاحن للسياره بيقولوا عليه سيجرت لايت شارجر. تمام، فتحات المكيف هنا التابلو كله من القماش المقوى المقاوم للماء سهل تنظيفه يعني، وعلى الابواب السياره فول اوتوماتيك، الاضاءه ذاتيه وفيها فوق لامب ورا وفوق لامب امامي. تمام، عندنا فتحه مكيف للخلف مظبوط مظبوط. الاضاءه هنا كمان ال دي. طب ارجع انت ورا، تعالى هيرجع لنا ورا، اقعد على الكراسي الخلفيه ورينا حجم ال، لان عالي انت طولك قد ايه؟ عالي تقريبا 173 ما شاء الله، يعني اطول مني بتقريبا 25 سم ولا حاجه. تمام، عندك دي فتحه المكيف الخلفي ورا موجوده. تمام، شوف المساحه الخلفيه كيف. وهذه هني بعد فيها هنا في فتحه افتحها علي، هذا هني فتحه ده سيجرت لايت شارجر كمان. وفي هذا الوصله، وصله كهربائيه زي اللي عندنا في البيت بالظبط. 220 230 230 تمام، 150 وات. يعني لو معاك لابتوب، معاك ابل، معاك تابلت، معاك تليفون، اي شيء عايز تشحنه هنا في، عايز تشحنه في السياره قبل ما تروح الميتنج بتاعك تشحن اللابتوب بتاعك. فتحتين المكيف، فيها ليتات، الاضاءه هنا ال اي دي، حتى هنا في سبيكرز عشان لو انت موصل التليفون عندك مكالمه والركاب اللي معاك هيتكلموا معاك يبقى الطرف الثاني سامع المكالمه كامله جدا. تمام، بالنسبه للعروض اللي مع السياره بيجي معاها تامين وتسجيل ومخفي 2022. وهذه هنا بعد ايوه كاب هولدر، كاب هولدر للكراسي الخلفيه. تمام، شوف المساحه عاليه، قاعد مرتاح، وادي عالي خالص. تمام، قلنا طوله 173. سكر الباب بعد. اوكي تمام، ده شكل السيارة مرة تانية، شكل الطابلون ويا الزراير التكييف. صراحة انت معك اي سيارة علي؟ معك اي سيارة انت شخصيا؟ 2021. كيف البترول معك؟ والله ممتاز الصراحة، ممتاز يعني تعبيها وتنساها اسبوع. اسبوع صح؟ اسبوع. انت ساكن بعيد عن الوكالة تقريبا؟ ساكن تقريبا 45 كيلو بعيد عن الشركة. اوكي، لا انا اقرب منك فانا بتمشيني اكتر من اسبوع تقريبا يعني. شوف هنا كمان شكل خارجي انسيابي دايناميك. اهم شيء في السياره دي هو العزل، لان انت بتبقى راكب سياره مرتاح مفيش صوت حواليك، ثبات وعزمها حلو، قومتها حلوه في الخط. وحتى يوم اذا محتاج تدعس عشان تسابع اللي جنبك ولا طوف اللي فيه، يعني مره تصير في الشارع يعني محتاج انت شوي طبعا، بس امورها طيبه تمشي. نفتح لنا المحرك نشوفه. افتح لنا المحرك. ارفع ده المحرك بتاعنا ايكوتيك 1.5 تيربو 4 سلندر. هني التيربو 6 سرعات اوتوماتيك من الجير التقليدي مش سي في تي. ده حجم التيربو، التيربو طبعا حجمه وسط او صغير عشان ما يجهدش الماكينه ويكون عمرها الافتراضي اطول من الطبيعي يعني. طبعا انتوا شايفين ما شاء الله السيارة دي بالحجم ده والوزن ده والكاتيجوري دي وفي حجم الدبة وحجم الركاب والمواصفات، سعرها منافس جدا، محدش يقدر يقرب له من اي من الفئات التانية. جميل بقى. غير الشكل طبعا، انا اخترت السيارة دي ليه انا شخصيا؟ لان هو شكلها شيك زي ما احنا بنقول. انت اخذت اي لون؟ انا اخذت اللون العنابي. عنابي، بس الحلو اللي فيها ان مساحتها من داخل وانت قاعد تكون مرتاح يعني، مقارنة مع السعر والحجم لا الكفة تميل لما ليبو طبعا. دي ما ليبه في اي من اي منافسين ثانيين. صحيح، خلينا نقرب شويه نشوف حجم التاير. حجم التاير 255 على 55 على 17. ده شكل الرينج، ده المقلب ممتاز. طيب للاتصال طبعا 050-516-3525 مهند من بن حموده للسيارات، وادي علي كمان اهو علي 050-88-5355
سوري زيرو غلطت برقم تليفوني والرقم انا اسهل اوكي 050-884-3433 اوكي يا علي شكرا يا علي للمساعده حاضرين يا استاذ محمد واحنا في انتظار اتصالاتكم وتعالوا عشان تجربوا السياره سجلنا منها للديمو ولا لسه توها اليوم غسل السياره هذه اول يمكن الاستاف لحد الحين ما شافوها احنا اول اثنين شفناها فعلا صحيح خلاص احنا في انتظار اتصالاتكم واهلا بكم مع مهند بن حمود للسيارات في بن حمود للسيارات هلا بكم مع السلامه